حياكم الله مشاهدينا الأكارم. التوحد هو من الاضطرابات النمائية المعقدة التي تصيب الأطفال في مرحلة طفولتهم المبكرة، وهي تؤثر بشكل كبير على جوانب كثيرة وعديدة بما يخص نمو الطفل العقلية والحسية والحركية والاجتماعية وتفاصيل كثيرة. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش اضطرابات طيف التوحد، ما هي أسبابه وما هي طرق العلاج، وإن كانت هناك يعني هذا المرض ما بعلاج، لكن ممكن هناك طرق تخفف من أعراض الاضطراب. لكن قبل الخوض بالتفاصيل تعالوا شوف هذا التقرير العجري. اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات اللي ظهرت وما زالت مبهمة إلى يومنا الحاضر. التداخل في تحديد العوامل والأسباب وكيفية العلاج هو من أكثر الاضطرابات النمائية صعوبة بالنسبة للطفل نفسه والأفراد أسرته اللي يعيشون وياه. ويعود هالشيء إلى أن هذا الاضطراب يتميز بالغموض وبغرابة أنماط السلوك المصاحب إليه والبدء بتكوين بيئة ثانية، إذ يعاني الكثير من الباحثين والمتخصصين من قضية تشابك السلوك المرتبط بالتوحد باضطرابات أخرى كالإعاقة العقلية وفصام الطفولة والإعاقة السمعية واضطرابات التواصل. ومن غير المعروف حتى الآن إذا ما كان ازدياد الأطفال المصابين بالتوحد هو نتيجة للكشف والتبليغ الأفضل فعالية عن الحالات، أم هو ازدياد فعلي وحقيقي في عدد مصابي مرض التوحد، أم نتيجة هذين العاملين سوية. وبالرغم من عدم وجود علاج لمرض التوحد حتى الآن، إلا أن العلاج المكثف والتشخيص المبكر يمكن أن يحدث تغيير ملحوظ وجدي في حياة الأطفال المصابين بهذا المرض. إذن مشاهدينا الأكارم، بعد ما رجعنا من التقرير، طبعا تختلف أعراض وخطورة اضطراب طيف التوحد من حالة لأخرى ومن طفل إلى آخر، إلى أن أكو نقطة مشتركة هي بين كل هذه الاضطرابات وكل المصابين، هي أن اضطرابات الذاتوية تؤثر بصورة كبيرة على قدرة الطفل على التواصل مع المحيطين به وأيضا التفاعل الاجتماعي وتكوين علاقات معهم. إذن مشاهدينا الكرام، يجب أن نركز على نقطة جدا مهمة، هي ما هي أعراض طيف التوحد؟ طبعا الأعراض إذا جينا حكينا عنها هي تبتدي من عمر 6 أشهر إلى عمر السنتين، تبدي هذه الأعراض تظهر علينا أو كآباء وأمهات أنه ننتبه على الطفل ونشوف شنو اللي ممكن التغييرات اللي تحدث عليها خلال هذه السنتين، حتى ممكن أن احنا نتفادى الخطر أو ممكن أن احنا نحاول أنه نشخص الحالة مبكرا حتى نحسن من حالته في المستقبل. الأعراض هي أنه جميعها موجودة، هي اضطراب في النطق، في يعني الحركة وانفعالات غيرها، لكن هناك نقطتين جدا مهمة وهي يعني الأساس بتشخيص الحالة. هي أولا أنه الطفل عندما تناديه باسمه، وإن كان هو صغير عمره 6 أشهر، لكن عندما تناديه باسمه هو ما راح يستجيب لك، ما راح يعني ينتبه نهائيا لك. النقطه الثانيه هي التواصل البصري، عندما انه انت يعني مثلا تحمل بايدك حاجه معينه حتى انه نشوف انه هذا الطفل راح يرى هذه الحاجه، لكن نشوف انه ما راح يراها او ما راح يكون بتواصل معك باتجاه ايدك، فاذا هنا الموضوع بحاجه الى عنايه، بحاجه الى انتباه، بحاجه الى انه هذا الطفل يراجع عند طبيب اختصاص في هذه الحاله. من النقاط الاخرى المهمه انه دراسات نهت تماما انه الطفل بهذا العمر يكون هو يعرض الى التلفزيون بصوره مباشره. طبعا اخطر موضوع هو انه الطفل حتى وان كانت الام يعني مشغوله او انه هي موظفه، خلي عند اشخاص اخرين يعتنون به، ضروري جدا انه توصوهم انه ما يعلقون التلفزيون، ما يخلوه امام التلفزيون لفترات طويله او نهائيا انه ما يضع هذا الطفل امام التلفزيون، لان هنا الطفل بهذه الحاله هو راح يتطبع باطباع، لان هنا راح تتكون الصوره الذهنيه عنده انه تعلقه راح يكون فقط بالتلفزيون، بالشخصيات الموجوده المعروضه على التلفزيون، بالتالي راح تاثر عليه، راح يقل تواصله مع المحيطين به، هنا ما راح يقدر يتعرف على افراد العائله وراح يقل حالته وحماسه. من النقاط الاخرى المهمه انه بعض الاطفال يكونون طبيعيين واشخاص عاديين، لكن بعد فتره من الزمن يكون عمره 6 سنوات، 4 سنوات، 5 سنوات وغيرها، نشوف انه هو تحدث تغيرات، هي تتصف هذه التغيرات بالعزله، بالحاله النفسيه، الاكتئاب وغيرها من التفاصيل. علينا انه نشخص الحاله يعني بصوره صحيحه، لان التشخيص الحقيقي هو اللي راح يؤديك الى انه كيفيه نمط العلاج والحاله اللي ممكن انه احنا نتوصل لها حتى نحسن من ظروفه. مو شرط انه يكون هذا الطفل انه الابو 5 سنوات 6 سنوات انه هو مصاب بالتوحد، ممكن انه حاله نفسيه ما تخلط الاوراق
موضوع التوحد وانه تصنف في جميع الحالات في مرض التوحد. طبعا اذا جينا حكينا عن الاسباب، الكل يتساءل ما هو السبب الحقيقي الذي يقف وراء اصابه هؤلاء الاطفال باضطراب طيف للتوحد. البعض يقول انه يعني المراه الحامل عندما تكون بهذه الفتره تصاب ببعض الاضطرابات النفسيه، هاي ممكن تاثر على الجنين. البعض الاخر يقول عامل وراثي، البعض الاخر يقول انه هي عوامل بيئيه وتفاصيل كثيره. السؤال هنا نقول ما هي الاسباب الحقيقيه التي تقف وراء طيف التوحد، وما هي الاسباب؟ هل هي وراثيه ام نفسيه ام بيئيه ام ماذا؟ شوف الجواب راجع. الصراحه العلماء والباحثين وكثير من البحوث لحد الان لم تصل او لم تتوصل الى الاسباب من وراء اصابه الاطفال بالتوحد. يعني منها يقولون هو التلوث البيئي نتيجة تلوث بمادة الزئبق اللي تتلوث بها البحار والمأكولات البحرية. منها يقولون انه اسباب، مثلا احد البحوث يقول لك الاسباب ترجع للإضاءة الزايدة اللي تتعرض لها المرأة من طفولتها الى ان تكبر الى ان تصير حامل. احنا يعني الانوار والاضواء موجوده بكل كل مكان، وحتى بالليل حتى صار ليلنا يعني اضواء من نهارنا. فهاي يعني مع ماكو شيء قاطع او مؤكد عليه. منها يقول لك انا مره قرات بحث تقول امراه باحثه امريكيه تقول انه احنا بهاي الاخر آخر هاي العقود الأخيرة قمنا نستخدم أواني تيفال اللي هي مطلية بمواد تختلط ويا أكلنا وتترسب يعني في رحم الأنثى، فبالتالي الطفل ينولد بهذا الاضطراب العصبي. منها أكو مرة طبيب أمريكي قال بسبب اللقاحات، يعني بحيث قام يدعو إلى حملة عدم تلقيح الأطفال، وهذا الشيء خطأ ومو صحيح. قال لأن إحنا دا نحفز جهاز المناعة، ومع جهاز المناعة يتحفز جهاز العصبي، وبالتالي فإنه السبب من اللقاحات، وهذا الشيء مو صحيح. لأن إحنا إذا ما لقحنا الأطفال راح بالتالي نرجع للجدري والشل الأطفال والحصبة والنكاف وغيرها وغيرها من الأمراض. يعني إحنا كأنما ويعني وقتها فندوها لهاي النظرية ووقفوا هواي ضدها. فهو ماكو شيء يدل على سبب انه ليش دي يصير هذا الاضطراب، ولا هو وراثة. يعني مثلا احنا يجيبوا لي اني هواي العيادة صار لي سنة وشهرين من فتحت عيادتي الخاصة، ايش قد شفت اطفال توحد ماكو اي اسباب وراثية. لا يعني مثلا ممكن هذا اول طفل بي توحد، بس المشكلة انه لما نولد طفل توحد بالعائلة نسبة الإصابة للطفل اللي راح يجي وراء تزيد. فبالتالي يعني إحنا مرات هو حسب ما يقول لك المراجع الطب يقول لك إذا نولد طفل توحد يفضل إنه بعد ما ينجبون أطفال بعد وراء، لأن نسبة الإصابة تزيد. زين، فبالتالي إحنا طبعا أمام مشكلة كبيرة الأطفال التوحد. أما بالنسبة أكو ناس يقولون إنه إذا الطفل أهله يقعدوه قدام التلفزيون أو الموبايل يصير بيه توحد، فهذا الشيء مو صحيح. هواي أطفال يقعدون قدام التلفزيون والموبايل ويطلع ما بيهم شيء. الموبايل والتلفزيون ما تسبب التوحد، ما تسبب، لكن هي إذا الطفل بيه توحد أصلاً راح يصير إنه إن الخطورة أو الشدة مال التوحد يزيد، لكن هو ليس التلفزيون والموبايل ليس سبباً لحدوث التوحد. لكن في حالة إذا الطفل كان متوحد وخليناه قدام التلفزيون والموبايل راح يزيد نسبة الإصابة، يعني قصدي راح يزيد شدة الإصابة. يعني هو إحنا التوحد عندنا خفيف ومتوسط وشديد، فيعني إذا الطفل درجناه بألعاب وخليناه يلعب وقت بقية الأطفال وهاي ممكن هو متوحد بس التوحد يصير خفيف أو متوسط. لكن إذا جبناه هذا الطفل المتوحد وحطيناه قدام التلفزيون والموبايل وما خليناه يلعب ألعاب اجتماعية أو تفكيرية أو ذكية، بالتالي هذا الطفل التوحد يصير عنده شديد. ولذلك احنا من يجون الاهالي جايبين اطفال نكتشف بهم توحد نقول لهم امنعوا عنا التلفزيون والموبايل حتى لا تزيد الشده مال المرض، ولكن هي ليست سبب.
إذا مشاهدينا الأكارم، طبعاً نسبة المصابين بالتوحد بالعراق تزايد بصورة كبيرة وملحوظة وسط غياب المراكز الصحية المتخصصة لعلاج والاعتناء بهذه الفئات. طبعاً من النقاط المهمة اللي يجب أن نذكرها أنه كانت منظمة الصحة العالمية أنه تقول كل 160 طفل يصاب طفل واحد من بينهم بالتوحد حول العالم. طبعا في العراق حسب الدراسات تقول انه في العراق بعد 2003 انه اصبح كل 100 طفل يصاب طفل واحد بالتوحد. اذا هنا النسبه في العراق تزايد، بحاجه الى عنايه، بحاجه الى انتباه لهذه النسب المتزايده حتى نصل الى موضوع الحل والاعتناء بهذه الفئه المهمه. طبعا اذا جينا حكينا على المراكز، طبعا قلنا ما موجوده، لكن اكو مركز بغداد هو مركز حكومي واحد فقط في بغداد. لكن مشاهدينا الاكارم نشوف انه العتبه الحسينيه في 2021 افتتحت اكاديميه الطبين لعلاج المصابين بالتوحد، طبعا يعتبر الاكبر على مستوى العراق بالاضافه الى هو الرابع على مستوى الشرق الاوسط. طبعا مشكوره العتبه الحسينيه على هذه المبادره الجميله، لان فعلا محتاجين الى هذه المبادرات حتى نحتوي هذه الفئه اللي هي ما لها اي ذنب، هو قدرهم ان يكونون بهذه الحاله. اذا جينا حكينا عن المميزات اللي يتميزها هذا المشروع او هذه الاكاديميه، طبعا تحتوي على غرف للعلاج الحسي، للعلاج الحركي، مدينه تعليميه متكامله وغيرها من الامور. اذا احنا هنا نحتاج الى مثل هذه الفعاليات ضروريه جدا ولا هذه المشاريع. طبعا موجوده بالعراق مراكز، لكن مراكز هي اهليه. بعض الاهل اللي عندهم اطفال مصابين توحد ما يقدر انه هو يراجع بمراكز اهليه باعتبار انه هي تكون عاليه اسعارها وهو ما عنده الامكانيه حتى يعالج ابنه بهذه المراكز. وبعض المراكز هي تكون ما تحتوي على اطباء اختصاص حتى يعالجون هذه الحاله، نشوفها انه هي تتخذ دور الحضانه، يعني الام تضع ابنها بهذا المركز لكن ما راح يستفاد، ما راح تعالجه، لان هنا الطفل بهذه الحاله محتاج الى انه يتعالج باكتساب المهارات وانه يحاولون يحسنون من حالته اذا كان يعني اضطرابه قوي او متوسط، يعني لان هو اضطراب طيف التوحد في درجات عديده وكثيره. البعض لا، نشوف انه محتاجين الى اطباء اختصاص بهذه الحاله، وان كانت هي مراكز اهليه لكن يجب ان تتوفر بها اطباء اختصاص، لان نشوف بعض الحالات هي مختلفه مثل ما قلنا، لكن بعض المراكز تجمع هذه الحالات كلها بصف واحد وهذا خطا جدا، لان كل حاله لها علاجها الخاص، كل حاله لها عنايتها الخاصه، بالتالي حتى نصل الى نتيجه ممتازه. على الاهل ضروري جدا يبحثون عن المركز اللي يضعون بها ابنهم، عن المراكز اللي حتى يعالجون ابنهم، ضروري جدا حتى يعرفون انه ابنهم دا يتطور ام لا. السؤال هنا الكل يسال وكل الاهل يقولون ليش ما موجوده مراكز حكوميه مجانيه، لان مو الكل عنده امكانيه يضع ابنه بمركز اهلي، ومو الكل قادر انه هو يعلم ابنه او يخليه بحضانه. تعالوا نشوف شنو الجواب وراجعين. بالنسبة للمراكز الخاصة لعلاج التوحد، توجد مراكز في مدينة الطب مثلا، افتتح مركز مهم جدا خاص فقط بمرضى التوحد خصوصا من الأطفال، وعشرات وربما مئات المراجعين المسجلين يتلقون الرعاية الصحية، من ضمنها أيضا موضوع انخراط الأطفال في أنشطة معينة ويكون بإشراف مختصين في هذا المجال من أطباء نفس أطفال، يوجد أصحاب تخصص لكن بكل صراحة أعدادهم دون المستوى المطلوب، كما هو الحال كثير من الاختصاصات النادرة. وبشكل عام كما تعلمون أنه التخصصات الطبية بشكل عام والتخصصات النادرة بشكل أوضح، إحنا عندنا شحة، هذا الأمر معلن بشكل رسمي من خلال البيانات الإحصائية الرسمية المنشورة لوزارة الصحة. المراكز الأهلية يعني حالها حال المؤسسات الأهلية كالمستشفيات والعيادات الخاصة، لابد أن تدار من قبل أكفاء مدربين حسب تخصص كل مركز أو مستشفى أهلي، من ضمنها المراكز الخاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات، فهم ملزمون قانونا أن يعتمدوا أطباء وملاكات طبية وصحية
مدربة ومختصة ومهيئة للتعامل مع مثل هذه الحالات. إذا مشاهدين الكرام، طبعا من النقاط المهمة التي يجب أن نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم هي المجتمع ونظرته لهذه الفئات. طبعا بعض الفئات من المجتمع تنظر لمصابي التوحد نظرة دونية، نظرة يعني احتقار، نظرة أنهم مجانين وغيرها من التفاصيل. طبعا بحاجة إلى أن يكون هناك وعي أكثر، بحاجة أن اعتبار هؤلاء المصابين هم أشخاص عاديين محتاجين أنه الرعاية والاهتمام. طبعا إذا جينا حكينا على دور الأهل بسبب المجتمع، هناك قسمين للأهل. بعض الأهل يحاولون أنه يخفون أنه هو ابنهم مصاب بالتوحد، يعني ما يحبون يعترفون انه ابنهم مصاب، حتى ما يراجعون بمراكز. يعني اذا جاهم خطار يسألون على ابنهم يقول لك يا اما نايم، يا اما انه هو طالع، يا اما انه هو يدرس، انه هو بغرفته بيتعمى، وغيرها من التفاصيل حتى يخفون عن الاخرين انه ابنهم مصاب بالتوحد. النوع الاخر من الاهل هم اللي يخافون على ابنهم، يقولون انه هو بيتوحد، لكن نظرة المجتمع لهم تكون هي نظرة غير محببة ونظرة سلبية، بالتالي يشوفون انه باقي الاهل يحاولون يبعدون اطفالهم عن المصاب بالتوحد، وهذا طبعا له تاثير كبير، تاثير نفسي على الاهل اولا، بالتالي تاثيره على الطفل التوحدي. احنا بحاجه الى ان يكون هناك وعي اكثر، بحاجه الى اعتناء بهذه الفئه، باعتبار ان هم اشخاص حالهم مثل حالنا، لكن هم يختلفون عننا بفئه او بنقطه جدا قليله. ممكن ان هم يكونون اذكياء وذكائهم يفوق ذكاء الاشخاص العاديين، محتاجين نقطه جدا مهمه، توفير البيئه المناسبه لهم ضروري جدا، لان الاشخاص يحاولون يبعدون اطفالهم، وتحديدا للاهل اللي يحاولون انه يخفون اولادهم او يبعدوهم عن المجتمع، ضروري جدا انهم يحاولون يدمجون الطفل مع المجتمع مع اقرانه، حتى يكون شخص عادي، حتى يكتسب بعض المهارات، حتى يتطبع بالطباع اللي يشوفها من اقرانه. بالتالي هاي جدا مهمه، راح تساعده وراح تنمي من قدراته طبعا العقليه وايضا الحركيه والجسديه والحسيه وغيرها من التفاصيل. هنا طبعا السؤال يسال من الكثيرين انه كيفيه تحقيق الاندماجيه لهؤلاء المصابين بالتوحد. شوف الجواب من اصحاب الاختصاص وراجعين. للتكلم عن موضوع دمج الاطفال التوحد في المجتمع، طبعا هذا الموضوع اثار جدل غاب عنه الحل بين صناع القرار، إذ بقى أطفاله بين مرارة الواقع وأمل المستقبل القريب بمشاركة أقرانهم من الأطفال السليمين في اللعب والدراسة. يعتبر الدمج سلاح ذو حدين، فكما له إيجابيات له سلبيات. طبعا الإيجابيات أنه يكون الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة قريب من الطفل السليم، راح يتعلم من عنده ويتعلم شغلات حلوة ويكون إلى فد بيئة يحب أن يتواصل بها. لكن من السلبيات أنه عدم توفر معلمين مؤهلين في المدارس في مجال التربية الخاصة، هذا يؤدي تماما إلى إفشال برامج الدمج. تعتبر أهمية دمج الأطفال المصابين بالتوحد في المدارس العادية، تعتبر المدرسة هي البيئة المثالية لطفل التوحد والطفل السليم. يعمل الدمج على تطوير وزيادة التفاعل بين الطفل المصاب بالتوحد والطفل السليم. من هنا يأتي دور كذلك مو بس الكادر التدريسي المؤهل في المدارس اللي ذوي الاحتياجات الخاصة، لازم هناك دور للأهل داخل البيت، انه الطفل التوحد لازم يعني من الضروري ان يكون له نظام او يضع له الاهل برنامج روتيني يومي خاص بالطفل يساعد على تنظيم حياته. اضافة يجب على العائلة او الاسرة ان تحرص على المحافظة على حضور ابنهم في جلسات تعديل السلوك اللي يكون المفروض هي شهريا او بين شهر او شهر، هذا كله يدر بالمنفعة على الطفل المصاب بالتوحد. لم تتوقف الجهود البحثية الطبية والنفسية في محاولات ايجاد طرق ووسائل لعلاج وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يتناسب مع نوع الاعاقة لدمجهم في المجتمع. فيعتبر طفل التوحد يحتاج من الأطفال اللي يحتاجون إلى رعاية خاصة من ذويهم بالدرجة الأولى، ومن غير المنطقي أن يعامل هذا الطفل بشكل معاملة سوية مع الطفل السوي. لذلك اجتهد العلماء النفس نحو إكساب هؤلاء الأطفال مهارات أساسية وتنمية حصيلتهم اللغوية وزيادة معلوماتهم وخبرتهم الاجتماعية.
يعتبر العمل مع الأطفال المصابين بالتوحد أمراً صعباً ومفيداً في كل يوم، بشكل يشكل مغامرة جديدة في التعلم والسلوك، حيث يحتاج المعلمون وأولياء الأمور والأخصائيون الذين يعملون معها مجموعة من الأطفال إلى أدوات استراتيجية وتقنيات، ليس فقط لجعل الحياة الأطفال سهلة ولكن لمساعدة الأطفال على النجاح. إذا مشاهدينا الكرام، طبعا يطالب أهل المصابون أطفالهم بالتوحد إنه شمولهم بموضوع التعليم الحكومي، شمولهم بموضوع الدراسة حتى توفير المدارس الحكومية أو مراكز قادرة على التعليم، تخصيص بعض المناهج اللي حتى يقدر يستوعبها مصاب التوحد. ما معقول إنه هو راح مصاب التوحد راح يدرس الفيزياء والكيمياء وراح يدرس الرياضيات، تفاصيل كثيرة، يجب أن تكون هناك مناهج خاصة لأصحاب التوحد. هذه مطالبات عديدة وكثيرة يطالب بها الأهالي، ضروري جدا أن نتعاون حتى نوفر لهم هذا الإمكانية، لأن طفل التوحد قادر أن يكون متميز وقادر على الإبداع، لكن بشرط أنه إحنا ننتبه لهذه النقطة. طبعا بعض أطفال التوحد يحالون من بعض الحركات اللي هي ممكن أنه هو يعني يجيب له لعبة وهاي اللعبة راح يتركها نهائيا وما يعرف شنو فائدتها وما يعرف شنو اللي تسوي هذه اللعبة، لكن يركز على نقطة جدا مهمة بيها خصوص ساعات بيها، لازم انه نحن نشوف شنو اللي يريد يحتوي او شنو اللي ينستنتج من هذه اللعبة وهذه الفكرة وتركيز على هذه النقطة. بالاضافة نشوف بعض الاطفال التوحد يحاولون يعني يشكلون الالعاب بطريقة مختلفة، ممكن انه هو يكون متميز بحفظه لبعض المناهج او قراءة القصص او يبتكر اشياء. ضروري جدا انه احنا ننتبه شنو اللي ده يتميز به حتى انه احنا نطور من مهاراته ممكن انه هي راح تفيده مستقبلا. كثير من العلماء كان لهم اثر كبير وبارز واصبحوا اسماء في التاريخ كانوا مصابين بالتوحد، الكل كان يتساءل عن مدى عبقرية هؤلاء العلماء، مدى اهتمامهم ومدى ذكائهم بوصولهم الى هذه المراحل. راح تقولون منه؟ احد العلماء هو دانيال اللي هو وصف بالنابغة بسبب قدرته على الحساب وكان متميز، وايضا هو كان يعاني من اضطرابات طيف التوحد. العالم الاخر هو نيوتن، ايضا كان يعاني من اضطرابات طيف التوحد وكانت نسبته خفيفه، لكن في المتابعه وصل الى مرتبه معينه واسم في التاريخ. والعالم الاخر هو ألبرت أينشتاين. طبعا أينشتاين هو كان احد علماء واعظم علماء الفيزياء في التاريخ، وطبعا حسب ما قامت به ابحاث جامعة أكسفورد البريطانية طبعا، وهي اللي بينت انه كان يعاني باحد اضطرابات طيف التوحد وهي متلازمة أسبرجر. طبعا هنا دليل ورؤية ونقطة مضاءة يجب انه تنتبه لها كل ام وكل أبعدهم طفل يعاني من هذا الطيف، يجب انه تكون هاي رؤية وبسيط امل انه حتى ينتبهون لاطفالهم، لان ممكن يكون هو فعال، ممكن انه يكون قادر على الابداع، ممكن يصل الى مراحل متطورة، لكن يجب انه نتحمل وتكون هناك صبر لان الله يساعدهم، يعني الاهل اللي اطفالهم يعانون من توحد، لان قلنا هناك يعني نسب متفاوتة ومختلفة من طفل الى اخر، فالله يكون بعونهم، لكن ممكن انه هذه الحالات هي راح تساعدهم وراح تحاول انه يكونون مع اطفالهم بصوره كبيره. السؤال هنا نقول كيفيه نحقق التواصل مع هؤلاء الاطفال، شلون نحاول انه نميزهم، شلون نحاول انه نحسن من قدرتهم على الابداع وخلق الافكار بصوره متوسطه او بصوره يعني تخليهم انهم يتميزون بالمجتمع. تعالوا نشوف الجواب وراجعين. يعد اضطراب التوحد بانواعه المختلفه من اكثر الاضطرابات النمائية انتشاراً بين الأطفال، وقد زاد معدل الانتشار وزاد وعي الناس بهذا الاضطراب، الأمر الذي جعلنا بحاجة ماسة إلى إيجاد الطرائق المناسبة لكيفية التعامل معه. بداية يتضمن اضطراب التوحد العديد من الأعراض التي ربما تشكل على العوائل كيفية التعامل معه. وقبل الحديث عن كيفية التعامل معه، لابد من التطرق إلى عدد من المشكلات التي تحيط بهذا الاضطراب. أول مشكلة هي عملية التشخيص،
عملية التشخيص في العراق تعاني من فوضى كبيرة، ذلك لأن الكثير من الناس بدأوا يقتحمون المجال وهم ليسوا من أهل الاختصاص، الأمر الذي جعل العوائل في إرباك شديد أثناء عملية التشخيص. التشخيص علميا يتم من قبل فريق متخصص يتضمن الطبيب النفسي ويتضمن المعالج النفسي ويتضمن طبيب الأطفال، فضلا عن الباحثين في هذا المجال، حتى نصل إلى تشخيص دقيق باستعمال المقاييس الخاصة باضطراب التوحد. الذي يحدث الآن هو أن الكثير من الناس من غير الاختصاص بدأوا يشخصون الأطفال، وبالتالي الأمر يضيع علينا فرصة التشخيص الدقيق الذي يقود إلى العلاج المبكر والعلاج الدقيق. أيضا من المشكلات الأخرى التي نعاني منها هي ضعف الثقافة النفسية لدى عوائل التوحد. هذا الأمر جعلهم في حيرة في كيفية التعامل مع هذا الطفل الذي يمتاز ربما بسلوكيات غريبة لم يعتادوا عليها في أطفالهم الآخرين، من قبيل أن هذا الطفل يفتقر إلى عملية التواصل بأنواعه، سواء التواصل البصري أو التواصل الانفعالي أو حتى التواصل الاجتماعي. فضلا عن ذلك أن الكثير من هؤلاء الأطفال ربما يعانون مشكلات بالنطق تتزامن مع هذا الأمر، أو ربما تكون مرتبطة به أو أحد أعراضه. على سبيل المثال في عملية التواصل الانفعالي هم لا يستجيبون بابتسامة ولا يعبرون عن سعادتهم، كما أنهم لا يظهر عليهم تعبيرات الوجه بصورة واضحة، الأمر الذي يمكن فهم هذه التعبيرات. أيضا لديهم مشكلة إذا تأخر التشخيص، وهذا أيضا يرتبط بنقص الثقافة النفسية الخاصة بالتوحد، إذ أن التشخيص يمكن أن يتم مبكرا، وكلما كان التشخيص مبكرا كلما أسهم ذلك في النصل إلى نتيجة مرضية في علاجهم وتدريبهم وتأهيلهم. المشكلة الرئيسية تتحدد في أننا يجب أن ننشئ مراكز خاصة لتثقيف عوائل التوحد في كيفية التعامل معه، وطبع كتيبات خاصة تتولى المؤسسات المختصة في ذلك، كتيبات خاصة توضح ما هذا الاضطراب وما هي أعراضه وكيف يمكن ملاحظته وتشخيصه من خلال الأعراض التي تبدو على الطفل، وأيضا طريقة التعامل معه، الأمر الذي يسهل كثيرا على هذه العوائل المربكة الحائرة في كيفية التعامل مع طفل التوحد إذا كان لديهم أحد الأطفال يعاني من هذا الاضطراب النمائي. المشكلة كبيرة جدا، تحتاج إلى توافر جهد كبير وتضامن العديد من المؤسسات والاختصاصيين من أجل التغلب على هذا النقص الواضح في الثقافة النفسية الخاصة بطفل التوحد والذي تعاني منه الكثير من العوائل. نأمل من خلال قناتكم الكريمة أن يتم تسليط الضوء على هذا الأمر، وحث المؤسسات ذات العلاقة بالتوجه لنشر هذه الثقافة وتوزيع مطبوعات خاصة بأطفال التوحد، يمكن للعوائل أن تستفيد منها وتحسن من طريقة تعاملها معهم. إذا مشاهدين على الأكارم، طبعا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأول من ديسمبر عام 2007 اعتبار أنه الثاني من أبريل هو يوم العالمي للتوعية بما يخص التوحد، وهذا من أجل أنه تأمين حياة مناسبة، ومن أجل أنه يعتبرون أنهم هم أشخاص عاديون حالهم حالنا، لهم حق في الحياة ولهم حق في كل ما يخص
حياتهم ويعيشوها بكل سلاسة وبكل أمان. طبعاً من النقاط المهمة اللي يجب أن نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم، ضروري جداً أن نشخص الحالة تشخيص صحيح. طبعاً بعض الأشخاص يحاولون يودون أطفالهم لأطباء نفسيون، لكن هم ليس بما يخص يعالجون الحالة بصورة صحيحة، لأن ممكن ينطي لطفلك أو بنتك يعني حبوب الاكتئاب، القلق، الصرع وغيرها من التفاصيل هاي، ممكن راح تدمر طفلك، ممكن راح تنهي. ضروري جدا انه احنا نراجع الطبيب المختص. في العراق هنا نعاني قله من الاطباء، بالاضافه للمراكز ايضا اكو قله بالاطباء المختصين بهذه الحالات. نشوف انه يعني دكتور ما يعاني بالحاله النفسيه بصوره عامه، ممكن كبير يذهب له، لكن الشخص ايضا الطفل الاهل يودوه للطبيب النفساني ممكن انه راح يضره. طبعا اكو نقطه مهمه ايضا، انه احنا متناسين انه هذا الطفل بالتالي راح يكبر، من يكبر راح يمر بمراحل اللي يمر بها الشخص العادي، هي دور المراهقه. راح تحدث تغيرات جسديه، راح تحدث تغيرات عاطفيه وغيرها من التفاصيل، ممكن هذا الطفل راح ما يتقبلها، راح يشوفها غريبه. ضروري جدا ننتبه لهذه النقطه، على كل ام واب ينتبهون لهذه النقطه، جدا مهمة وضرورية حتى نحاول نحتوي هذا الشخص عند ما يكبر. كثير من الأشخاص والأطفال يكونون طبيعيين أو يعني يعانون من اضطراب بسيط، لكن عندما كبر يعني يكبرون ويوصلون هذه مرحلة المراهقة راح يشوفون أنهم يكونون فعالين أكثر، راح يكونون أنهم يعني عدائيين أكثر. فهذه مهمة جدا، ضروري أيضا بالإضافة لتوفير مراكز للأطفال، توفير مراكز للكبار أيضا. هذا عندما يكبر يحتوي يحتاج إلى مركز رعاية، يحتاج إلى أن نوصل له الحالة، ممكن الأم ما تقدر أن توصل له الصورة صح أنه هو كبر، أنه هاي تغييرات. إذن بحاجة إلى بيئة مناسبة، بحاجة إلى تعاون وزارة الصحة مع وزارة البيئة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى ننهض بهذه الفئة، وهذه الفئة مهمة جدا أيضا بكل الحياة وبكل شخص أنه يرعاها، ومسؤولية كبيرة تقع على الأم والأب بالدرجة الأولى، على المجتمع وعلى الجهات المسؤولة والجهات الحكومية. إذن مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم حلقتنا لهذا اليوم يجب التركيز على بعض النقاط. أولا التشخيص المبكر أهم خطوة يجب أن تقوم بها أسرة الطفل لتحقيق يعني خطة علاجية ناجحة وتحقيق أفضل النتائج. ثانيا يجب أن تكون هناك دورات للأهل، أولا أهل المصابين حتى يعرفون شلون يتعاملون مع الحالة، للمعلمين وللأطباء حتى يعرفون يتعاملون مع كل حالة، لأن كل حالة لها تعاملها الخاص. وثالثا والأخيرة والمهمة هي توعية، يجب أن ننشر التوعية في المجتمع من خلال الوسائل، من خلال الإعلانات، من خلال المدارس، من خلال الصحة وغيرها من التفاصيل، حتى يكون لأطفال التوحد حياة مناسبة، وأيضا راح ما تأثر لا على الأهل ولا على الطفل. إذا مشاهدين الكرام وصلنا إلى الختام، ألتقيكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج ليش لا. إلى اللقاء.